هاي جايز، شو اخباركم؟ طبعا مثل ما شفتوا من عنوان الفيديو، اليوم الفيديو انا وايد متحمسه عليه لان ريانا طلعت هير ميك اب براند فانتي بيوتي. وطبعا انا ما رحت اللونج انفورشنتلي في سيفورا لاني كنت مسافره، كان عندي شغل، فطرشت لينا ولينا خذت لي الاغراض اللي عطونا اياها عشان نجربهم. توقعت بيعطونا اكثر، تو بي اونست وذ يو، عطونا بس 5 اغراض وما كنت موجودة عشان آخذ الأشياء اللي أبيها وأسوي لكم full review. بس anyways، أهم الأشياء عطونا إياها، عطونا الفاونديشن وعطونا الكونتور، فتابعوا الفيديو عشان تشوفون رأيي في فانتي بيوتي. أول شيء بسويه هو أني باخذ الفاونديشن. هاي هو الباكجينج مال الفاونديشن، وأنا عطوني رقم 300. طبعا مثل ما تعرفون هم منزلين 40 لون، هذا الشيء وايد حلو، يعني تقريبا معظم البنات او كل البنات بيحصلون اللون اللي يناسبهم. انا مثل ما قلت لكم ما كنت موجوده، لينا راحت بدال لان كنت مسافره، كان عندي شغل وما كنت ابي افوت اني اخذ شويه جوديز من ميك اب ريانا عشان اسوي فيديو. فلينا راحت عني وقالت لهم ابي لون حق الريم، فعطوها 300. سو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يناسبني. مكتوب عليه شيك ويل، so shake. طبعا انا شفت ريفيوز اوريدي ومعظمهم يقولون ان هالفاونديشن وايد مات، فاللي سويته هو اني حطيت برايمر. طبعا لازم تحطون برايمر، هي منزله اوريدي برايمر بس انا ما عندي اياه، فاستخدمت الجيرلان برايمر هذا اللي بالذهب، هذا استخدمته قبل على قناتي، وهذا عباره عن جلوي برايمر. سو بدال ما احط بعد ماتيفاينج برايمر قررت اني احط شيء شويه فيه جلو. ببدا بالفاونديشن، انا حاليا احب احط الفاونديشن بهالطريقه، وبستخدم الارتيست براش لان هذه وايد سهله في مد الفاونديشن، اسهل واحده. مثل ما تشوفون المد وايد سهل، اللون اوكي، يعني I can work with it, it's fine، لان الفاونديشن water based او ماي، ف I think يبيله وايد دمج لين ما يثبت، لان كل ما رديت عليه بالفرشاه تحرك. بس التغطيه حلوه. So two pumps، هاي هي التغطية اللي حصلتها. اللون اوكي مثل ما قلت لكم، اللي لاحظته انه ابدا ما يناسب البشرة الجافة لان انا اوريدي قاعد يطلع لي dry patches، واكيد يناسب اكثر شيء البشرة الدهنية حتى اكثر من المختلطة. حق اليبهة بحاول اني استخدم البلندر وبشوف اذا في فرق ولا لا. هذا هو اللوك عقب ما حطيت كل الفاونديشن على الوجه. مثل ما قلت لكم ابدا 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 ما يناسب البشره الجافه، اللي بشرتها الجافه سكيب اونت، لان انا عندي تي زون وعندي الخدود جافه اوريدي، خدودي تقريبا كلها عليها مثل فليكس من جفاف الفاونديشن، يعني وايد يجفف الوجه، لان اي ثينك المفروض انه يطلع مات. اتس فيري 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 مات. اي ثينك انسب ناس ياخذون هالفاونديشن وايد بيحبونه اللي بشرتهم وايد اويلي، من الصج بيتحكم في الاويل. الحين بكمل بستخدم الكونسيلر اللي انا وايد احبه من اربن ديكاي. رحت محل اربن ديكاي اللي في سيتي ووك وخذت الالوان اللي انا احبها، وهي ميديوم، هذا بستخدمها ككونسيلر، وفوق الهايلايت لايت نيوترال، فبحطهم برجع لكم. قبل ما اخلص الكونسيلر معطينا هاي السبنج من ميك اب ريانا، اي ثينك هاي السبنج الوحيده اللي موجوده في الكولكشن، حبيتها لانها نص فلات والنص الثاني نورمال بلندر، ومن فوق بعد فلات، سو اي ثينك هذه تقدرون تستخدمونها بسهوله حق الكونتور. بعد انا بما ان
انا بما ان ما عندي الكريم كونتور مالها فبستخدمها مع الهايلايت مالي. انا اوريدي حطيت الكونسيلر فهذا هو الهايلايت. مكتوب ان تقدرون تستخدمونها مبللة حق بيلدبل كفرج، يعني كفرج تكون شوية اقل، او دراي مثل ما هي حق سترونج كفرج. انا شوي بحط عليها فيكس بلس، فبحط الهايلايت تحت العين وهذه انا اوريدي بللتها. الدمج فيها شويه صعب من الفلات سايد فبستخدم الفلافي سايد. ما حبيتها ابدا لدمج الكونسيلر لانها شوي صغيره، اصغر من البيوتي بلندر العاديه. الفلات سايد ما ساعدني ابدا لانه كان يعطيني مثل يعني كان يطبع، فلازم ارد ادمج مره ثانيه. يمكن تكون حلوه حق الكونتور، ام نوت شور، بس اكيد هذه افضل. جايز من الصبح قاعده اقول لكم ان الكونتور الكريمي ما عندي اياه، لاني كنت اتحسب ان هذا باودر كونتور بس طلع عندي اياه. سو اكسايتنج. الحين بنستخدمه وبستخدم معاه بعد البيوتي بلندر مالتهم، وبنستخدم بعد البيوتي بلندر العادية او فرشة او وات ايفر عشان نقارن يعني. سو انا اللون اللي عطوني اياه هو 200 ميديوم، وعلى فكرة في كونسيلر بس انفورشنتلي انا ما دريت فاستخدمت كونسيلر ثاني. anyways ما بنستخدم الكونسيلر اليوم، نستخدم الكونتور. في كونتور هايلايت كونسيلر اكيد شفتوا هذيلا اونلاين، هذيلا اللي فيهم ماجنت فيلصقون ببعض. هاو كول، شكله وايد حلو. ف بنبدا مثل الكونتور العادي، مو بوايد كريمي to be honest with you. وقاعد ادمجه بالبيوتي بلندر مالتهم مالت فانتي بيوتي. الدمج وايد سهل، شوف شلون، واللون قوي، اقوى من كونتور كم اللي سويت عنه ريفيو قبل. واو الدمج وايد سهل، اوريدي اندمج. انا خفت احطه كل مكان وعقب ما يندمج لان حسيته وانا احطه مو بوايد كريمي، بس اكشلي الدمج وايد سهل فيه. طبعا لازم هني I think the contour is my favorite لنا حين. وايد سهل في الدمج ويعطي لوك، تعرفون مو بدنا يندمج وخلاص تحسون اختفى، لا يعطي لوك كونتور. شوف الفرق وايد حلو واللون حلو، يعني اللون هذا اللون شوية مايل على رمادي which is good. انا ما احب وايد الكونتور المايل على برتقالي. سو هذا هو الكونتور. الفينش وايد حلو طبيعي. كيف اشرحه، الفينش طبيعي بس اللون قوي، ما ادري عاد اذا فهمته. بكمل الحين ثاني سايد، بحط كل مكان هني، بدمجه بالبيوتي بلندر العادية عشان نشوف اذا في فرق. ابدا ما في فرق، نندمج بسرعة وبسهولة. يمكن البيوتي بلندر العادية بعد more precise، التطبيق اللي فيها دقيق اكثر. طبعا من اهم الاشياء النوز كونتور، فبستخدم نفس الستيك.
خليني بعد احط شوية. واي ثينك هم مسوين هذا الفلات توب حق النوز كونتور لانه وايد صغير، شوف شلون صغير، فبستخدمه الحين مع النوز كونتور. وهذا هو اللوك النهائي. بما اني ما استخدمت الكنسيلر وانا وايد حابه استخدمه، بحط شويه هني بس عشان ندمج ونشوف. بعد الدمج وايد سهل. واو وايد حبيت، جدا جميل هاي التريو في الدمج، والوانه وايد حلوه. بقى الهايلايتر، الهايلايتر هذا هو لونه على اورنج بيتش، اورنج اورنج اكشلي. عندي انا هذا الهايلايت وعندي بعد هايلايتر دوو باودر، هذا هو ان شاء الله يبين. في لونين، لايتنج دست وفاير كريستال. فاول شيء بسوي طبعا بحط الكريم هايلايت، شلون بس نجربه. واو اتس ستيكي، مو بكريمي في المات. اكشلي الكريم هايلايت وايد صعب في المد، ما ادري يمكن لازم اذوبه قبل او وايد صعب تمدونه، it's not creamy at all. فانا بسوي كذي بس عشان اخذ الهايلايت اللي فيه وامده بسهولة. ما حبيت ابدا، مو بكريمي at all عكس الكونسيلر وال والكونتور. anyways الحين بكمل بستخدم مثل ما قلت لكم ال الباودر هايلايت في لونين، بحط اللون الشمري اكثر بسوي فيه الست. واو حبيت، او ماي جاد اللون قوي 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 قوي، شني حطيت وايد من الحماس، حتى لو حطيته شوية بس نقطة الافكت قوي. اللي يحبون الهايلايت بيستانسون عليه، هذا وايد حبيته. Oh my god too much، بس حلو. بستخدمه بعد في الانر كورنر، بحطه في الانر كورنر بعد مدام اوريدي حطينا هالكثر هايلايت، why not. قاعدة استخدم Profound Beauty Pencil Brush my favorite حق الانر اي كونتور. تقدرون بعد تحطونه شوية تحت هني، صار glowy look. وهاي البرش تعطيكم يعني precisness او دقيقة اكثر في الاماكن الصغيرة. وايد حبيت الباودر هايلايت اكثر مليون مرة من الكريم هايلايت. خلصت برودكتس ريانا، سو انا بخلص اكشلي في بس الجلوس بنحطه اخر شيء، بسوي ست حق باقي الميك اب وبرجع لكم. Doesn't really matter.
رجعت لكم عقب ما سويت ست حق كل الميك اب، حتى حطيت شويه فيكس بلاس، باقي بس الليب جلوس. انا مش ليب جلوس بيرسون، بس فور ذا سيك اوف ذس فيديو بنجرب. انا اوريدي حاطه، خل اقول لكم، حاطه مات ليبستيك اسمه بافي من لايم كرايم، حاطه ليب لاينر من ماك اسمه تشيسنات. سو الحين فنتي بيوتي ليب جلوس، الباكجينج مالها كلها حلو. هذا اسمه شنو اسمه، فنتي جلو. الدوف ابليكيتر وايد كبيره لدرجه اني شكيت انه مش ليب جلوس، بس anyways I think it's a lip gloss so I will use it. انا I'm not a gloss person at all، بس وايد حبيت الليب جلوس لان شي يعطي مثل طبقه ويرطب، وايد حلو، وايد حبيته. It's so nice. So خلنا نتكلم عن رايي النهائي في الخمس اشياء اللي جربتهم اليوم. الفاونديشن، اذا كانت بشرتك جافه انسي الموضوع، اذا بشرتك مختلطه لازم تكون وايد مرطبة ومرتاحة على أساس ما يطلع الدراي باتشز مثل عندي أنا، وجهي تقريبا كلها دراي باتشز حاليا. أويلي سكن أخذي بيكون الفاونديشن المفضل عندك، so that's that. ثاني شيء جربناه، شنو جربنا ثاني شيء؟ خلنا نتكلم عن هذا. هذا الدوو الكونتور والهايلايت والكنسيلر لازم تاخذونه، هذا المفضل عندي خصوصا الكونتور والكنسيلر. الهايلايت الكريمي ابدا ما عجبني، بس يستاهل انكم تاخذونه حق الكونتور والكنسيلر. انا لوني ميديوم، هما يون مع بعض واتس كول لانه في هذا الماجنت ثينج. اتس سو نايس، وايد سهل في الدمج، المد نوت تو ماتش بس في الدمج وايد سهل، فهذا 10 من 10. البيوتي سبانج مو بوايد، يمكن كانت حلوة في دمج الكونتور والنوز كونتور، بس اذا عندكم بيوتي بلندر سكيب ات. الليب جلوس جدا حلو، وايد عجبني. اي ثينك بعد لان الفاونديشن اتس سو مات، فهذا شي يعطي مثل بوب حق اللوك، وايد حبيته. اللي تحب الليب جلوس لازم تاخذ منه. اخر شيء الباودر هايلايت، هذا لازم تاخذونه لانه خيالي. انا شفت ريفيوز على الهايلايت الاصفر، توقعت بناخذه بس انفورشنتلي ما اعطونا اياه وما كنت موجوده عشان اخذه، وام شور كلكم خلصتوه لان احنا في دبي. انيويز الهايلايتر عندها قوي 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 في مجموعتها، لان حتى الانواع الثانيه من الهايلايتر يمدحونها. اللي تحب الهايلايت الوايد قوي لازم تاخذه. وبس هذا هو الريفيو مالي عن شوية من أغراض أو مجموعة ريانا فانتي بيوتي. طبعا المجموعة متوفرة في سيفورا، check it out، في أغراض حلوة فيها مثل ما قلت لكم. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وكومنت، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. باي.